السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في واتس ان ذا بوكس ابيزود 2. اليوم جانا كولي من الصين من جير بيست، دونك باش نحلو ونشوفوا اش في وسطو. يلا نبداو. طيب شالينا فيها شيء من برنسيب. اوكي نبداو. سي بو فوالا امريكي، سي بو. او سي بو، بسم الله. هذوكم هما دونك جاونا، ماهمش حاجات كبيرة هما، أما بالنسبة لي حاجة مهمة برشا. دونك تنوريكم جينا بالضبط ناش كنت تشوفوا فيهم ولا لا. اوكي دونك جاونا سبعة من لي رولو هذوما متاع فيبر دو كربون، دونك كربون فايبر معناها، باش نغطيو بهم البيرو متاعي. دونك تنجمو تشوفوا البروغريس متاع البيرو كل، معناها البيت بكلها في سيري كابوز وولد. اذا كان ما تعرفاش نحط لكم ليان في لي ديست نتاعها اللوطا. دونك هذوما باش يجيو في البيرو متاعي. دونك هما كعبة 2 3 4 5 6 و 7 بون، هذو هما. وجاتنا حاجه اخرى هذه ميباو 27، وي ميباو 27 اللي هي لامب ليد نتاع ضوء معناها. دونك نعملوا لها انبوكسينغ رابيد. دونك الميباو هذه معناها تركب معناها كيما اللمبوبات العاديين نتاعنا، معناها نستعملوهم في ديارنا النورمال. اما هذه ار جي بي، معناها ما هي اولا ليد ثانيا ار جي بي. شني فازتها؟ فازتها انها فيها ايميتور بلوتوث، دونك كونترولور. بعد هيك الايميتور هكايا يصير لينك معناها بالتليفون بالابليكاسيون، تنجم تتحكم في الكولور نتاع الليد هذيا. كنا نمشيو تويكا نعمل لكم معناها اون برانسيب تويكا تعرف ديمونستراسيون في اللي نقول فيه. معناها تمشي للابليكاسيون تصبها من البلاي ستور، ومن بعد من البلاي ستور تحلها وتحل الابليكاسيون هيكيا وتركب اللامب هذيا في المعرفة. في العاده وين تركب اللامب ماش حتى متاع فيوز ولا اي بقعه، المهم تركبها تبدا اليمونتي والتليفون يخدم. بعد بالبلوتوث بالابليكاسيون تكونيكتي وتجيك الميباو هذيا. وبعد نجم تعمل ديزيفي برشا افيات، نجم تعمل برشا ضوات. انا تويك خديت كعبه، ما بعدش نزيد كوموندي كعبه اخرى. دونك انا باش خديتها برينسيبالمون للديكوراسيون، وباش نولي نستعملها في الفيديوهات تولي تشوفوا كيفاش في المستقبل. اما بالحق حاجه مزيانه برشا، وتنحاول نعمل لكم معناها مور ان ديبث ريفيو عليها في الابيزود 5 نتاع كابوز وورلد، وين باش تراوني نزيد ننظم في البيت شويه، خاطر ديجا دخلت بعضها شويه ونلصقوا فيها هذوما ونركبوا هذيا. دونك برانسيب هذايا فيديو اليوم. استنونا زادة في ابيزود اخرى من واتس ان ذا بوكس. اذا كان تحبوا ستيل هذايا تاع الفيديوهات، تنحاول حتى ندبر معناها اذا كان باش يجوني حاجات من عند ميسي وكل، نعمل واتس ان ذا بوكس ونوريه لكم. دونك اذا كان عجبك الفيديو حط لنا لايك، اذا كان ما عجبكمش حط لنا ديسلايك، كومنت وشير وسبسكرايب. و ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله نتقابلوا المره الجايه في فيديو جديد. تشاو.